هدر النقاط يتواصل داخل قواعد الوداد، وجمهور بدأ اللقاء بهذه الصور وأنهاها بطريقة أخرى، فصب جام غضب على الحكم إبرير الذي أدار اللقاء في ظروف خاصة. سيما وأن مولودية العلم جاءت من أجل نقاط الأمل، نقاط عادت بها من بوفاريك بفضل هدف جاء عن طريق كرة ثابتة. رأسية المدافع تيزا كانت مخادعة للحارس مدور. كان ذلك في الدقيقة 11 من اللقاء. هدف كان بإمكان المهاجم فرح أيوب أن يرد عليه، حيث فشل وجها لوجه مع الحارس الشلالي. المولودية بعد ذلك سجلت هدفا ثانيا رفضه الحكم بداعي تسلل جبالي. مولودية العلم أنهت الشوط الأول متقدمة بفضل الانتشار والتنظيم الجيد على أرضية الميدان بغلق المنافذ على هجوم الوداد، خاصة بوسط الميدان، وكانت الكرات الثابتة الحل أمام رفقاء القائد كريم عمري. وكاد ضغط الوداد أن يثمر في العديد من المحاولات لولا تألق الحارس الشلالي من جانب مولودية العلمة التي اعتمدت على الهجمات العكسية. في المرحلة الثانية كان بإمكان الوداد أن يخطف نقطة التعادل على الأقل، تحكم في الكرة فغابت الفاعلية داخل منطقة العمليات نظرا لتكتل دفاعي محكم من قبل رفقاء بوحربيت الذي دخل في المرحلة الثانية لتدعيم الهجوم الذي لم يقم بالكثير ما عدا كرة بولعنصر التي كادت في الشبكة الصغيرة الخارجية. تأزم وضعية الوداد زادتها النرفزة الكبيرة التي سادت القائد معمري والرفقاء، فطالبوا في العديد من المرات بضربة جزاء. اللقاء انتهى وعقدة الوداد تتواصل ومعها إهدار النقاط داخل الديار، ونقاط فوز هي الأمل لمولودية العلمة.